يا خويا هذه المبروك الله يسهل عليك. شحال ديتي يا خويا؟ 42. 42 الله يسخر لك. اللهم يسر. واش زاد؟ تبعت؟ شحال باش بعتي يا خويا واش زاد؟ الله يسخر الموالي 45000 ريال. واحمد او راش رجع 45000 ريال 2250 درهم باش تبعت هاد السلعه. الله يسخر للمواليه، الله يدخلها عليهم بالرزق والتيسير. دعمونا باللايكات اخوتي وبالبارطاج، هنا نجيب لكم غير الجديد 2250 درهم. الله يسخر لمواليها ويجعلها على مربي في الظل. الله يسخر الله يسخر. وانتم اخوتي كما تشوفوا تنجيبوا لكم الاثمنه، وانتم دعمونا باللايكات باش تشوفوا معنا ديما جديد. السلعه ديال الاطلس الله يسخر ليها، كما شلنا الثمن النوبه الاولى وغادي يسمعوا لنا النوبه الثانيه عاوتاني الثمن. هانتوما اخوتي السلعة الاطلس، هي هادي السلعة اللي تبعت ب 2250 درهم. غتسرجيها انت احمد الله يسخر الله يسخر الموالية، الله يسخر لك اشتري الله يسخر لك. الله يسخر الموالية غيسرجيوها ان شاء الله. تخافش ما تخافش ما تخافش، حنا معاك عم. امي بشحال خديتي هذا الغنم؟ الله يسهل عليك. ولا شنو في غسل مشاول شحال خلصتي يا عمي؟ 45. الله يسخر لك وجهك زين، انت وديتي سليعه زينه الله يسخر لك. هذا السيد تيبيع المليح الله يجازيه بالخير، ديما تنصورو معاه تيجي بحاجه زوينه للسوق. السلعه ديال الاطلس اخوتي هو تيهضر معاه تيقول له ديفو ما كاينش غرام ديال الديفو ياك اخويا وزان. الله يسخر لمواليها بالربح احمد. مشي للديفو وزين غير هذا العزاز، اللهم يسير واحد البركه هي تبعت اخوتي بالربح لمواليها. الله يسخر لمواليها ونجيبوا لكم الثمن ديالها بشحال باش تبعت اخوتي. ودعمونا باللايكات الله يجازيكم بالخير. دعمونا باللايكات الله يحفظكم. شوفوا تسليها بشحال باش تبعت، الله يسخر لمواليها. خوتي العزاز تنتواجدوا معكم حاليا في السوق الاسبوعي ديال سوريا، وغادي نجيبوا لكم الثمن الحقيقي ان شاء الله خوتي العزاز ديال هذا الكبش هذا السردي. ديما كنتساراو في السوق وكنصوروا معكم المليحه خوتي العزاز. اللهم يسير اللهم بارك اخوتي. شوفوا شنو عاطي الاخ ديالنا في الثمن. اللهم يسير. نقربوا لكم الاثمنه اخوتي ديال الكبش عيد الاضحى، انتم بارطاجيو معنا.
عطيونا اللايكات هامولي وما تسمعوا معنا الا الجديد. شنو عطيناك اخويا السي محمد؟ شنو معطيه؟ هما السير خوتي العزاز، تحياتي لكم من قناه مهدي الجزار من مدينه مكناس. واجدين معكم حاليا في السوق الاسبوعي ديال مكناس سوريا، وغادي نجيبوا لكم ان شاء الله الاثمنه الحقيقيه ديال كبش عيد الاضحى. تشوفوا معنا هذه الخيرات، راه كاينين هنا 10 د الحبات فيهم اخوتي 4 حمر و 4 سرديين، 5 سرديين. غادي نجيبوا لكم ان شاء الله الثمن، انتم دعمونا باللايك وبالبارطاج وتشوفوا معنا الا الجديد ان شاء الله. حاولوا تشوفوا هذه السلعه اخوتي مزيان باش نجيبوا لكم الثمن الحقيقي اللي تيكون في السوق. الله يهدي صحاب شي قنوات المواشي، كيبقاو يزيدوا على الناس شي شويه اخوتي. الانسان يعني كيصور يجيب الثمن الحقيقي، هذا هو اللي كاين اخوتي. وحنا راه الاشاره ديالكم ومرحبا بكم. انتم اخوتي الغزال، حاولوا اخوتي تشوفوا معنا هاد الخيرات السردي. تبارك الله اللهم بارك. شنو عطينك اخويا السي محمد هنا؟ الله يسهل عليك جمله، عطين 56 جمله، كاين حمر كاين السرديه، عطاو 56000 ريال اخوتي. هاد الكسيبه انتم كيما كتشوفوها، شوفوا معنا راه كاينين كما قلنا 4 حمر و5 سراده، وها الكسيبه. تنحاولوا نجيبوا لكم كما تنقولوا الكادر ديال الحولي، اللهم بارك. نحاولوا اخوتي نجيبوا لكم الثمن الحقيقي ديال هاد السراده هادو، سلعه زينه ومبرعه، الله يسخر لماليها ويجيب لها شي دار، ويجيب لها شي دار زينه. تحياتي للمتتبعين والمتتبعات، شوفوا معنا هاد الخيرات هادو. تنحاولوا نوريو لكم الكارطاس ديال الحولي، تيعجبني المليح وتيعجبني حتى اللي شاد المليح. الله يسترك عمي العزيز، ضروري تندورو السوق تنشوفو حاجة زوينة كنصورو معاه، ماشي مشكل نشدك معاه، ماشي مشكل نشدك. ها الله يسهل عليك، اللهم بارك. شنو عطاوك عمي العزيز بهاد السلعة؟ عطاونا 48 48000 ريال، كاين اثنين فيهم وزنا الحليب، ثلاثة سنين الحليب اييه، والبقية كلشي اثنين، حتى اثنين مزيان، حتى اثنين هو اللي تيدوز للعيد ياك عمي. هذا اش داير في السنة؟ هذا يكون اثنين، هذا سنان الحليب. تبارك الله، انتم اخوتي تنجيبوا لكم، وان شاء الله يحتى الرقم ديالو، واللي بغى شي كسيبه ولا اللي بغى شي حواله احنا غنشوفوا المرقد. الله يحفظك ابا العزيز، نحاولوا غير ندورو بالسلعه ان شاء الله باش يشوف الانسان. انتم اخوتي الاعزاز، ضربات السلعه باش تشوفوا داك الشيء مزيان بالعين المجرده من عند عمي.